مشكلة أبدا اليوم منا مع القضاء، المشكلة كانت مع البعض بنقابة المحامين اللي هي نقابتي وبيتي. إن شاء الله تكون هيدي صفحة سوداء عم تنطوي بجهود الخيرين وسعادة نائب المحامين أستاذ نادر كاسبار، اللي إن شاء الله سوا معه ومع أعضاء مجلس النقابة بنعبر لدور جديد مستقل قوي منيع فاعل للنقابة بمكافحة الفساد وبالتعاطي بقضايا الشأن العام. بتعجب أنا، السجن كان أهون من إنه ينشطب اسمه على بنقابة المحامين، لأنه هيدا خنجر بقلب العدالة، يعني قمع لصوت الحق. ابني الحمد لله عم بيدافع عن حقوق الناس، لا قاتل ولا شيء عامل ضد العدالة، فبتمنى انه العدالة تاخد مجراها. انا بكل ثقة عارفة ما بتمشي الا مع الحق ولو على قطع راسي. في محاولات كتير، كانت المحاولة للفصل بيناتنا، حتى وصلت بنحكي مفصلا بعدين للتهديد لقلنا. نحنا بعد يعني ما بلشنا معركتنا، بس نحنا ملتهين بشيء أكبر، يعني مش فاضيين لهودي الناس. يعني بعدين بنوضح أكثر، والتهديدات شوية صارت ولا وما تكونوا مع رامي وأنتوا شيلوا هاي جمعية صرخة المودعين وما دخلكم برامي وكذا، وهيك كل شيء موسع. هو ما تخلى عنا ولا بيوم الأيام، هو اللي كان يقولنا اضبطوا أعصابكم، ما تعملوا أي شيء ضد القانون، يعني هو ضمن القانون. نحن ولا مرة كنا عم نتصرف برات القانون، هو كان له الفضل بأنه ضابط الشارع يلي أنتوا هلأ جايين تفلتوه، هو من دونه نحن منفلت عالتقيل، ما منعود نضبط لأعصابنا ولا شيء، بدنا إياه يضل معنا حر ويدافع عنا، نحن معه على طول، ما منتخلى عنه أبداً. أنا لما بتكمشوا فيه القوى الأمنية أنا وعم بقاتل كرمال مصريات اللي بالبنك وعم دفش، بدي اجي لفوت على البنك بتكمشوا فيه القوى الأمنية وبدي وكلبشوني، بيطلع من فوق منه هو بده يخلصني. طيب هيدا محامي ولا خاي؟ القصة بتتلخص بهالشبيبة والصبايا الواقفين، استاذ علاء خرشيد رئيس جمعية صرخة المودعين، الأعضاء بالجمعية لما شوف الست سعاد سكاكيني اللي هي بتمثل الحق النقي، حق المودع، حق المواطن، حق الإنسان النقي، ما بيصير لي بعد إلا أن أكون محامي متمسك برسالة المحاماة حق وعدل.